جانا غصم يون كار آسون هر دم سنائي جانا غصم يون كار آسون زوغس تسيم آسني سوي ادبار آسون هر دم سنائي جانا ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقة دجل محمدية إذ خارق جسم وروق بالصورة دجي وما نون قل لما كريم صدفت يا منة الزهرية وخص القريب المجيب أن تكون من المصطفى ونودي في السماوات والأرض بغمل غل أنواره ذاتية وسبا كل سب لخبوب نسيم السبا وكسيت الأرض بعد طول جذبها من النبات خلالا سندسيا وعينت الثمار وادن الشجر الجاني الكائنات النبي عليه السلام الله تبارك وتعالى حالة نور من نبر كرد أت نور بشير يتوك لباس ترون الله تبارك وتعالى فرماون ايم خاطر يصدف عظيم موج بنوك شو سجدتم آمنا رضي الله تعالى ناس يوسف ورسائب مولود برزني فرماون رحمت الله تعالى لي وعين تثي ماروذن شجر جاني فرماون يا صغر يل الله تبارك وتعالى آسمان هن مارا زمين اسكن سو فرماون كلن آسزن فلأي مال پروردگار نال درامز الله قدرتي فلأي کر الله تبارك وتعالى قدرتي پوش مال کر پروردگار نبر كلن دمدو اما یہ کیا وجہ دو رب ذوالجلال اس نبی سندس ينس پر تمدو پان شادما الله تبارك وتعالى استم دو پانی اوتا خوش خوش کو تمی بیج پان رحمان جاری کرنے تمی فرمان دو بن جبریل رحمت کے پوش وطرا آمن شوب ون محمد زاو الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم فرماون دوستاني مطرمان عزيزو وعينت الثمار وادر شجر لجاني جنا نتقت بخملكي كل دابت لقريش بفصاهل السن الارمية عربي كيو جانور وكر امدو عربي پر پانوئي كلام عربي زبان دس ات خوشي مزمي ربي ذل جلال عربي كن جانورن عام عربي زبان كي بفصا فرماون پسي عربي زبان دس خداين يعني عربي كن عربي بولن والن وزن تم دو پان جد عربي تغن بولن يتم دو خداين عربي عربي جانور بولن عرب سوزن بڑ سردار خوش گئی عرب جانوار عربي زبان آئي تم بولا نئي آو جانا نئي عربستان الله صلى الله عليك يا وخرت الاسيرة والاسناب وعلى الوجود افا تمام پتلائي امدو زمین از وشت بچواني
فرماون اتفاقا اس سرات وريس منزس اخراتا منقد کرن يم كافر پن طرف خاص کرن امدو اسم اكس تدس پهارز بڑ اكس بڑس پتلس انز عبادت کرن اتفاقا اس سرات امیدو يلیم آمس پتلس غت کرنی گئی انسنس عبادت کرنی گئی فرماون اجوشو کی بچویا مزمین اسلائن فرماون تو تلو کی پیو بی بچواری بی تلو بی پیو بچوائی عجیب و نظب حدا سانی معبود دلیل کیوں گئی تکیائی شکل درا کھڑا سيشد بار بار تھوت لن مگر تشو بچوار لائن یون فرماون امکن مزایا آواز جاء محمدا جاء محمدا او کنن عبادت کرن والو اب پتھروں کے پوجنے کا دور چلا گیا کیونکہ اب آنے والا جو پیغمبر ہے وہ پتھروں کی عبادت نہیں سکھانے والا اے خدا کی طرف سب کو جھکانے والا ہوگا آئی کفر شریک رخصت گو کفر شریک رخصت گو یا مت نور پرتو پیو کری نئی من غہد میں تم بوت خانے آو جانانے ارے بستان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ والتباشر وخوش المشارق والمغارب بالدواب البارية والتصدر اوال من السوري كاز امي وبشرت الجن بازل الزمني والطيق در كهانا ورهبت الربانية ولجب قبر كل قبر خبير وفي غلاوس نتاعون دي دمغو في المنام فقيل لغا انك قد حملت بسيد العالمين فرماون خيب او امنا رضي الله تعالى ناز باون از درف خدا خيب او پیغمبر آدم علیہ الصلات والسلام اي امنا تشين پدا لیکن باو سے چ خوش خبری بوزنا ون سا آدم کیا بوزنا نیاو انك قد حملت بسيد العالمين دپن اي امنا بے شک شخص عالم کس امام سموج بنن واجی وخیل بریت امیز گوہ اللہ سنیا چک موج بنن واجی سمیگی ناو کر جس ازا یل وداتی گی ستھن پی یل تولد گسی مخمدا امیز کر جن پان ناو گے امیشی خدایان توڑے ناو کرمدل ونس آدم علیہ السلام کیا کرنا دو ناو کر جس مخمد تھن یلی پیو رب سند مخبو کائنات ست میں لجن شو محمد غت سو آو تو رئی ناغو آمن شوب ون محمد زاوال صلى الله عليك يا الله صلى الله عليك يا وسلم عليك يا ناو کر محمد لأنه ستحمد اخبا دبني شو سناو يتنا وسيل كرنين تل تلين آتنا وز بس تعريف تعريف كرن جبي ميري هو سنگ در تو مارا يا رسول الله يهي س
سغرايا بولي جبي ميري هو سنگ در تمہارا يا یہی ہے ایک جن کا سغرا خطاؤں پر ندامت ہے مگر نظر او قسمت پر خطاؤں پر ندامت ہے مگر نظر او قسمت پر میرے ہاتھوں میرے دامن تمہارا یا رسول اللہ بولیے میرے چھوٹے غات سے دامن تمہارا یا رسول اللہ بولیے جبے میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ نہ دنیا کی اللہ